بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. برحب بكم في حلقتنا النهارده من ساعه صبحيه. ان شاء الله النهارده تكون ساعه سعيده ويوم جميل باذن الله ومشرق ومليء بالتفاؤل علينا جميعا ان شاء الله. بدايه طبعا كل عام وحضراتكم بالف خير، كل عام والامه الاسلاميه طيبه بمناسبه قدوم عيد الاضحى المبارك. بنتمنى عيد الاضحى هذا العام يكون عيد سعيد، وخلال عيد الاضحى نقضي اوقات سعيده وجميله باذن الله. طبعا غدا ان شاء الله 9 ذي الحجة وقفة عرفة، كل الحجاج يعني في المملكة العربية السعودية إن شاء الله بكرة هيكونوا على قمة جبل عرفة. معروف إن الوقوف على عرفة من أهم مناسك الحج اللي بيقوم بها كل الحجاج، وأكيد يوم عرفة يوم ليه طابع خاص وله فضل كبير جدا، وأيضا صيام هذا اليوم له ثواب كبير. عارفين إن كل إنسان يعني بيصوم هذا اليوم بنية خالصة لوجه الله عز وجل بيغفر له ذنب عام مضى وعام قادم. علشان كده يا ريت كل الناس اللي ما قدرتش تصوم الايام الاولى من ذي الحجه يعني يحرصوا على صوم يوم عرفه، لانه يوم ليه ثواب كبير جدا جدا. الحج طبعا هو من اركان الاسلام الخمسه، وفي مشقه كبيره، ويعني بنشفق على كل الحجاج لانهم الحقيقه بيتعبوا بيبذلوا مجهود كبير جدا، ولكن كل ده في طاعه الله عز وجل. وبنتمنى جميعا ان احنا ننال هذا الشرف وان احنا نؤدي هذه الفريضه، ولكن يمكن ربنا سبحانه وتعالى لانه رؤوف بعباده وما بيحبش يعني يثقل على عباده خلى الحج لمن استطاع اليه سبيلا، يعني اللي عنده مقدره ماديه واللي عنده القدره الصحيه ان هو يسافر ويروح يؤدي هذه الفريضة، ولكن اللي ما عندوش هذه المقدرة ما فيش أي وزر عليه. بنتمنى لكل الحجاج السلامة والأمن وإن هم يرجعوا لأهلهم والأوطانهم بكل سلامة. مشهد يوم عرفة مشهد جميل ومشهد رائع لما نلاقي كل الحجاج من جميع أنحاء العالم واقفين على هذا الجبل اللي ليه قيمة كبيرة واللي ليه روحانيات خاصة جدا. المشهد ده بيخلينا نعتز أكتر بديننا الإسلامي وبيخلينا نزداد حبا في الله عز وجل. ربنا يجمع دايما المسلمين على كل خير، ودايما يعني نشوف هذا المشهد الرائع كل عام، وربنا يرزقنا كمان يعني إن احنا نكون العام القادم كده كلنا واقفين على جبل عرفة إن شاء الله ونأدي مناسك الحج. عايزة كمان أقدم تحية لبعثة الحج المصرية. بعثة الحج المصرية الحقيقة من أهم وأجمل البعثات اللي بنشوفها خلال موسم الحج، والحقيقة أن كل عام بيحاولوا يطوروا في الخدمات اللي بيقدموها علشان يوفروا سبل الراحة لكل الحجاج المصريين. السنة دي في أعداد متزايدة من الحجاج المصريين بنسبة 20% عن الأعوام السابقة، ولذلك في استعدادات مهمة جدا من هذه البعثة لتوفير سبل الراحة لكل الحجاج. من حيث أماكن الإقامة بقدر المستطاع تم اختيار فنادق وأماكن قريبة جدا من أماكن أداء مناسك الحج، وأيضا تم توفير وسائل مواصلات لنقل الحجاج من مكان لآخر، ده إلى جانب طبعا الدور الأمني ودور وزارة الداخلية بالتعاون مع طبعا بعثة الحج المصرية أن يتم توفير عدد من الضباط مع البعثة لتأمين الحجاج المصريين. بنتمنى لهم كل السلامة، بنتمنى يرجعوا لنا بألف خير، وإن شاء الله حج مقبول وذنبا مغفور بإذن الله تعالى. تعالوا دلوقتي نطلع مع بعض ونسمع أغنيتنا ونرجع لكم مرة تانية. برحب بكم مشاهدينا مرة تانية. بنتمنى إن شاء الله إن عيد الأضحى القادم يكون عيد سعيد علينا جميعا، وياريت ننتهز فرصة بقى العيد إن احنا نرجع تاني يعني ثقافة بقى التزاور بين الأهل والأقارب، نرجع تاني نزور بعض، نسأل على بعض، نلتقي مع أصدقائنا حتى اللي بقالنا فترة طويلة ما التقناش معاهم. يمكن التكنولوجيا الحديثة والوقت اللي بقى ضيق جدا والناس بقت مشغولة في أعمالها وأشغالها ما بقتش تخلي فيه فرصة إن الناس تقرب من بعض والناس تلتقي ويبقى في تواصل اجتماعي ويبقى في ترابط أسري. بقينا نشوف إن الواحد دلوقتي مع دخول أي مناسبة بيكتفي إن هو يبعت رسالة سريعة من خلال التليفون أو على الفيسبوك يعيد على أصحابه وعلى أهله وعلى أصدقائه، ولكن ده شيء بقى مؤسف وبقى يضايق الواحد في بعض الأوقات إنه بيحس إنه شيء مش ده اللي المفروض يتم. المفروض إن أنا أبسط حاجة أرفع سماعة التليفون وأكلم قرايبي، أكلم أصحابي، نتفق على إن يكون في زيارات، نخرج مع بعض. هو ده العيد، هو ده مفهوم العيد. ويا ريت ان ما يبقاش ده بس في الاعياد والمناسبات، احنا عايزين نرجع تاني نحيي فكره التواصل الاسري والتواصل الاجتماعي بيننا وبين بعض، نرجع تاني
يبقى في لمة العيلة، بنشوف حتى يمكن الريف إلى حد ما متماسك قوي بهذه العادات والتقاليد، يعني حتى رغم أن التكنولوجيا دخلت الريف وبقوا عندهم برضو موبايلات وبيخشوا على الإنترنت والكلام ده كله، ولكن عندهم ثقافة الحفاظ على لمة الأسرة ولمة العيلة على مائدة واحدة. ده اللي احنا عايزين نحييه من جديد ونخليه شيء أساسي ونعلمه كمان لأولادنا. وده بس مش دور يعني أولياء الأمور أو دور الأسرة، ولكن ده مفروض يتم غرزه في الأطفال من جانب المدرسة. المدرسة كمان عليها دور مهم، والأساتذة إن هم يعلموا أولادهم على إن هم يتواصلوا مع بعض، يتواصلوا مع أصدقائهم، يتواصلوا مع أقاربهم وجيرانهم وهكذا. إن شاء الله يكون عيد سعيد ومناسبة جميلة على جميع الناس وعلى الأمة الإسلامية بوجه الخصوص. خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لجولتنا الإخبارية وأهم أخبارنا اللي معانا النهاردة. أول خبر، وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك. بعث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال البنا في برقيته أنه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع الفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي في مصر يتقدمون بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعد الله علينا وعلى مصر والمصريين والأمتين العربية والإسلامية أعواما عديدة وبلادنا في تقدم ورقي. طبعا بنوجه تحية طبعا لسيادة وزير الزراعة دكتور عبد المنعم البنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكل العاملين بوزارة الزراعة، وتحية أيضا وتهنئة خاصة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل عام طبعا وكل يعني جموع الشعب المصري بألف خير. من هذا الخبر نروح لخبر خاص بالزراعة. وزير الزراعة: الدولة لن تسمح بدخول شحنة القمح المحتوية على خشخاش. قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة أن الدولة لن تسمح بدخول شحنة القمح التي يوجد بها خشخاش التي تم استيرادها مؤخرا، وأوضح أن الكمية التي تصل إلى 63,000 طن من جانب إحدى الشركات سيتم ردها مرة أخرى بعد استكمال كافة الإجراءات والتحريات التي تقوم بها الأجهزة المعنية في مصر. وأشار إلى أن هذه الشحنة ليست بسيطة ولكنها كمية كبيرة تصل إلى 63,000 طن. أكيد ده خبر هام وبيأكد على المجهود الكبير المبذول من قبل وزارة الزراعة، ويعني الإصرار على وجود رقابة على كل ما يتم استيراده من الخارج، وتحديدا لما يكون ده يعني مرتبط بمحصول استراتيجي زي القمح. القمح محصول هام ما نقدرش نستغنى عنه، بيتم استيراد بعض الكميات علشان يعني نعوض العجز اللي ممكن يكون عندنا، ولكن هو مش استيراد وخلاص، لازم نكون متأكدين ان الشحنة اللي جاية شحنة سليمة وخالية من اي اضرار ممكن تسبب ضرر لصحة المصريين. وده اللي بيأكد عليه دكتور عبد المنعم البنا، ان هذه الشحنة سيتم رفضها لحين انتهاء التحريات والإجراءات التي تتم حول هذه الشحنة من قبل الأجهزة المعنية. نروح لخبر جديد وهو أيضا خاص بالزراعة. وزير الزراعة يوجه بالانتهاء من برنامج الربط الإلكتروني لمنافذ الحجر الزراعي. وجه الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإدارة المركزية للحجر الزراعي بسرعة الانتهاء من برنامج الربط الإلكتروني لجميع منافذ الحجر الزراعي على مستوى الجمهورية وربطها بالإدارة المركزية للحجر الزراعي والوزارة. وأكد وزير الزراعة على أهمية نظام الربط الإلكتروني لمنافذ الحجر الزراعي بهدف تيسير الإجراءات الخاصة بالتصدير والاستيراد وبناء قواعد وبيانات دقيقة وسليمة حول الصادرات الزراعية المختلفة المصدرة والمستوردة من وإلى كافة دول العالم. أكيد مشروع مهم جدا أن يتم وضع برنامج وتنفيذ برنامج للربط الإلكتروني لمنافذ الحجر الزراعي. أكيد ده هيسهل جدا إجراءات الاستيراد والتصدير، وهيضمن وضع قواعد وبيانات أساسية حول كل ما يتم استيراده وكل ما يتم تصديره إلى الخارج. نروح معاكم لآخر خبر معانا النهاردة، زيادة المعروض من السلع الغذائية بكافة المنافذ قبل عيد الأضحى. تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج والزراعات المحمية زيادة المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن بمنافذها استعدادا لعيد الأضحى المبارك، خاصة مع زيادة استهلاك المواطنين للسلع الغذائية في تلك الفترة لرفع العبء عن المواطن. أيضا مجهود مبذول من قبل وزارة الزراعة وأيضا أكيد بالتعاون مع وزارة التموين أن يتم توفير جميع
السلع الغذائية يعني اللازمة لكل مواطن مع دخول عيد الأضحى المبارك. بنتمنى إن شاء الله أن كل هذه السلع تكون متوفرة في جميع المجمعات الاستهلاكية، توفيرا للخدمات لكل المواطنين وتخفيفا للعبء على المواطن المصري. طيب خلينا بعد أخبارنا كده نطمن على الحالة الجوية النهاردة، أخبارها إيه، ونشوف بقى مع دخول عيد الأضحى المبارك يا ترى الجو هيكون فيه تحسن ولا هيكون فيه أيضا ارتفاع في الحرارة مصاحب للرطوبة. نتأكد من الحالة الجوية من دكتور محمد فهيم المدير التنفيذي لمركز تغير المناخ. صباح الخير دكتور محمد. صباح الخير حضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. عايزين في البداية نطمن من حضرتك على حالة الجو النهاردة، أخبارها إيه، هل في استقرار في درجات الحرارة ولا لا؟ والله احنا بنطمن في كل اخواتنا المزارعين والمستمعين كلهم الحمد لله ان الموجه الحاره في بدايه الانكسار ليها خلال الفتره بتاعت العيد. ما زالت طبعا درجات الحراره لان احنا في فصل الصيف، وفصل الصيف ما زال متوغل داخل فصول السنه كلها، لان الفصول يبقى درجه الحراره اقل من كده. ايا كان درجات الحراره زي ما قلنا في انكسار في الموجه الحاره على جميع المستويات، لتكون درجة الحرارة حول 35-36 في السواحل ووادي البحر حتى القاهرة. درجة الحرارة تكون يعني في السواحل الشمالية المناطق الزراعية اللي في أطراف المحافظات. نعم. الشمالية تكون درجات الحرارة العظمى ودرجة الحرارة الليلة هتكون لطيفة. بالنسبة لوجه البحر والقاهرة هتكون درجة الحرارة القاهرة دائرة الحرارة بداية من مصر الوسطى حتى المنيا هيكون الحر، الجو حار، ما زال الجو شديد الحرارة رغم ان الموجة الحارة تحدث في مناطق الجنوب، بنتكلم على سوهاج وقنا والاقصر واسوان والوادي الجديد. طب بالنسبة دكتور للرطوبة، يعني هل الرطوبة هتبقى مستمرة ولا هتنكسر خلال الأيام القادمة؟ الرطوبة ما زال الجو راكد على الوادي البحري وعلى طبعا على السواحل والوادي البحري حتى بدايات يعني حتى القاهره هيكون الجو حار مائل للحراره رطب. على مصر الوسطى هتبتدي تقل الرطوبه شويه، وعلى مصر العليا الصعيد الرطوبه منخفضه تقريبا ما بين ال 30 وال 40%، ودي رطوبه منخفضه وده اللي بيقلل من تاثيرات الاحساس بدرجات الحراره بالنسبه للجنوب، ده بالنسبه للانسان. اما بالنسبه للزراعات انكسار الموجه الحاره نوعا ما بتستدعي ان يكون في بعض التدخلات والاجراءات المهمه لمعظم الزراعات الموجوده في مصر. فاحنا بنتكلم على زراعات الخضر والقباله العطريه وهي اكثر زراعات تاثرا وحساسيه لدرجات الحراره العاليه. صحيح. زوال تاثيرات الموجه الحاره بيستدعي تاهيل للنباتات، بمعنى ان انا ابتدي ارش بيه المغذيات والاحماض الامينيه ومساعده النبات على تجاوز التاثيرات السلبيه اللي حصلت في الموجه الحاره الطويله اللي حصلت في الفتره اللي فاتت. نعم، انا بشكر حضرتك جزيلا دكتور محمد فهيم المدير التنفيذي لمركز تغير المناخ، شكرا ليك يا فندم، ويعني ان شاء الله درجات الحراره في الايام القادمه باذن الله تكون في تحسن مع دخول عيد الاضحى المبارك عشان كل طبعا المواطنين يقدروا ان هم يخرجوا وطبعا يعني يذهبوا بقى للاماكن المفتوحه وللمتنزهات العامه لقضاء اجازه سعيده باذن الله. طيب النهارده مشاهدينا معانا مجموعه من الفقرات الحواريه الهامه اللي بنتمنى ان هي تنال اعجاب حضراتكم باذن الله. هيكون معانا النهارده فقره مهمه عن التغذيه الصحيه في عيد الاضحى. معروف ان في عيد الاضحى الناس كلها بتقبل على تناول اللحوم، ولكن عايزين نعرف ازاي نضمن سلامه هذه اللحوم، ايه هي المصادر الموثوق منها اللي نجيب منها هذه اللحوم لضمان سلامتها، وازاي كمان نتبع نظام غذائي يعني ما يبقاش فيه كده لخبطه جامده علشان نحافظ على صحتنا وما يبقاش تناول اللحوم بكميات مفرطه تسبب لنا اضرار صحيه. ضيفه هذه الفقره هي دكتوره هاله شحات باحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه. هيكون معانا فقره كمان عن تطور علم المتاحف وترميم الاثار. الاثار بشكل عام هي من اكثر المصادر اللي بتعبر عن التاريخ وعن الحضاره، وليها تاثير اجتماعي جدا على كل انسان وكل مواطن، وليها دور كبير في ان هي يعني تغرز الروح الوطنيه داخل كل انسان والانتماء اتجاه وطنه. النهارده دي فقره مهمه جدا عن الاثار وكيفيه تطوير علم المتاحف. ضيف هذه الفقره دكتور عبد البديع فهمي باحث في الاثار الحضارة.
معنا كمان فقرة عن تطوير النهر، عفوا النقل النهري وآثاره الاقتصادية. النقل النهري معروف ان هو من اقدم وسائل النقل يعني في مصر من فترات طويلة، وكان تم ازدهاره بعد ثورة 52، ولكن بعد كده حصل شوية اهمال لهذا النوع من النقل وهذا القطاع. عايزين نعرف ازاي ممكن نطور هذا القطاع من جديد ويتم احياء هذا القطاع نظرا لاهميته بشكل كبير. ضيف هذه الفقرة هو دكتور وليد جبلة، خبير التشريعات الاقتصادية. لكن قبل ما نروح ونبدأ فقراتنا مع حضراتكم، خلينا دلوقتي نطلع لفاصل ونشوف تقرير خلال هذا الفاصل عن الياسمين. نشوف تقرير الياسمين ونرجع معاكم أولى فقراتنا الحوارية بإذن الله.